أصدر نائب العام قراراً بتشكيل غرفة عمليات بالمكتب الفني للنائب العام لتعزيز دور النيابة العامة وما تتخذه من إجراءات قانونية للتصدي لجرائم البناء بدون ترخيص والتعدي على الأراضي الزراعية. يأتي قرار النيابة بتشكيل غرفة العمليات لمتابعة كافة التحقيقات المجرى بتلك الجرائم على مستوى الجمهورية لسرعة إنجازها على الوجه الأكمل وتقديم من يثبت إدانته فيها لمحاكمة جنائية عاجلة وإحصاء تلك الجرائم لتحليلها ورصد أبعادها ومتابعة تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة بشأنها والوقوف على مدى التزام الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ القرارات الصادرة بالإزالة.